اكتر حاجه كتشكاو منها الناس هي انني انا ما عنديش الوقت. بغيت ندير بزاف ديال الحوايج ولكن ما تلقاش الوقت في انني ندير هاد الحويجات. هذه اول كذبه كنكذبوها على ريوسنا، لان علاش ما كاينش شي حاجه متوفره قد الوقت. الوقت عندنا كاملين، كلنا عندنا 24 ساعه، والاختلاف ما كاينش في 24 ساعه وما كاينش في الوقت اللي انت ما كتلقاش، وانما الاختلاف كاين فاش انت كدوز هاد 24 ساعه. كاينين الناس كيدوزوا 24 ساعه ديالهم في حاجه كتفيدهم، في حاجه كتطورهم، في حاجه اللي كتعطيهم واحد البوان اللي هي بوزيتيف، ولكن كاينين بعض الناس اللي كيمضيو الوقت ديالهم كله في حاجه خاويه، في التفاهات، في الفيديوهات، في السوشيال ميديا، وكيقول لك في الاخر انني انا ما عنديش الوقت. والمساله ديال الوقت هي مساله ترتيب اولويات، او لا الا بغيت ننظم الوقت ديالي كيت خاصني نرتب الاولويات ديالي. ملي كنجيو مساله الاولويات، هو كل شخص فينا كاين عنده الاولويات ديالو. يعني مثلا انا ممكن مثلا تكون الاولويه ديالي انني نقرا كتاب، شخص اخر ممكن تكون الاولويه ديالو هو انه يشد التليفون، وهذا هو اللي كيوقع لنا في اننا كنلقاو الوقت ديالنا مر في حوايج حنا ما استفدنا منهم حتى شي حاجه. لذلك الا بغيتي تنظم الوقت ديالك وبغيتي تستافد من الوقت ديالك، نرتب الاولويات ديالك وتكون الاولويات اللي هي مهمه. يعني بما معناه نغير النظام ديال حياتي. الا انا بغيت نطور وبغيت انني نكون احسن، خاصني نبدل النظام ديال حياتي، نحيد اي وقت انا كندوزو في حوايج خاويين ما تيرجعوا عليا حتى شي حاجه. من ضمن الحويجات اللي كتد ليا الوقت بزاف بزاف، وهي انني الخروجات او العراضات اللي كنمشي ليهم واللي انا كنحشم انني نقول لا. لذلك لا هي واحد الفيتامين زوين بزاف بزاف بزاف. كيتخصك تعلم تقول لا لاي حاجه غادي تضيع لك الوقت ديالك. خصك تعلم انك تقول لا في الحوايج اللي ما غاديش يفيدوك والحوايج اللي غيضيعوا لك الوقت ديالك، وما تحسش راسك نهائيا انك محرج. حاجه طبيعيه، هذا حق ديالك انت كتستعمله.